وله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعتم بمدينة جانب فيها في البر وجانب في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا نزلوها لم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم. قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. نعم، يغزون المسلمون، يغزون هذه البلد، الظاهر أنها القسطنطينية، يغزونها ويكبرون الله تكبيره ويهللون ثم تسقط، كلما كبروا وهللوا سقط جانب منها بدون قتال. نعم. قال ثور: لا أعلمه. قال: إلا الذي في البحر. نعم، يعني الجانب اللي في البحر منها يسقط بالتكبير. نعم. ثم يقول: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلونها فيغنموها. فبينما هم يقسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ. هذا مثل الحديث الأول، إلا أنه أوضح منه، لأنه أوضح منه، وأنهم ظفروا لعدوهم وانتصروا عليه بدون قتال بل بذكر الله عز وجل. فبينما هم بعد هذا النصر ويقسمون الغنائم، جاءهم الخبر عن ظهور الدجال في أهليهم. نعم. إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. نعم، إلى أهليهم. قال: ولابن ماجه من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده مرفوعا: إنكم ستقاتلون بني الأصفر، يعني الروم. نعم. ويقاتلهم الذين من بعدكم حتى يخرج إليهم وفد الإسلام أهل الحجاز الذين لا يخافون في الله لومة لائم، فيفتحون القسطنطينية بالتسبيح والتكبير. هذه البلد الذي بعضها في البر وبعضها في البحر هي القسطنطينية. نعم. فيصيبوا غنائم لم يصيبوا مثلها، مثل الرواية الأولى. نعم. حتى يقتسموا بالأترسة، فيأتي آت، يعني من كثرة المال يقتسمون، وما هو بالعد، بالحشي، بالأترسة، جمع ترس. نعم. فيأتي آت فيقول: إن المسيح قد خرج في بلادكم، ألا وهي كذبة، فالآخذ نادم والتارك نادم. نعم. قال: ولأبي داود وغيره عن ذي مخمر، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيصالحكم الروم صلحا آمنا، ثم تغزون أنتم وهم عدوا، ثم تغزون أنتم وهم عدوا. يعني تجتمعون أنتم وياهم على قتال عدو للجميع. نعم. فتنصرون وتسلمون، ثم ينصرفون حتى ينزلون بمرج ذي تلول، فرفع رجل من أهل الصليب الصليب فيقول: غلب الصليب. فيغضب رجل من المسلمين فيقوم إليه فيدفعه، فعند ذلك تغدر الروم، فيجمعون للملحمة، فيأتون تحت 80 راية، يجمعون فيجمعون للملحمة. نعم، للملحمة يعني القتال بينهم وبين هؤلاء الروم الذين نسبوا النصر إلى الصليب. نعم. فيأتون تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000. نعم. قال: وله وغيره عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الملحمة الكبرى وفتح قسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. حسنه الترمذي. يعني كلها تجتمع هذه الحوادث
العظيمة في هذه الأشهر، 7 أشهر فقط، يعني مدة قصيرة. نعم. قال ولي أبي داود عن عبد الله بن بشر مرفوعة: بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين، ويخرج الدجال في 7. نعم. قال: هذا أصح من حديث عيسى، يعني حديث معاذ. بين فتح المدينة يعني القسطنطينية. نعم.